لهذا كله فإننا ندعو نساء مجتمعنا الطاهر الوقوف معنا يدا واحدة لرفض مشروع قانون الفساد المروج له باسم كرامة، والوقوف في وجهه بكل الوسائل المشروعة والقانونية. وإننا إذ نثمن توصية رئيس الجمهورية برفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، فإننا نطالب بقية سلطات البلد والمسؤولين فيه باحترام دستورنا الذي ينص على الشريعة مصدراً لقوانين البلد، وعدم الرضوخ لأجندات معادية للدين تدعي حماية المرأة والطفل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.